الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعين الكرام، أسعد الله مساكم وطابت جميع أوقاتكم. نجدد لكم الترحيب والتحية من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، لسباقات الهيجن العربية الأصيلة ضمن هذه الانطلاقات المسائية الجميلة من أمسيات ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ضمن هذا السباق المحلي الثامن وفي آخر أمسيات في هذا المساء. مشاهدينا الكرام، أيضا أمسية خاصة بسن الحيل والزمول وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، هذه المؤسسات الكبيرة المشاركة والمندفعة في هذا الانطلاق والمسار المميز. شوطنا السابع يسير بحفظ من الله تعالى ورعاية حامل لنا في طياته. هنا انطلاقة الحيل مشاهدينا متابعين الكرام، والثمانية كيلو مترات هي المسافة الحاضرة والمحددة مساري هذه الانطلاقات المسائية المميزة. نسير مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، أول الأسماء الحاضرة هناك مع البداية والمدشنة لهذا الانطلاق المميز والجميل. البداية والمركز الأول وصدارة الشوط، بنت الظبي من تقود هذا المسار بشعار هجن الشحانية، ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع صدارة هذا الشوط. بينما نقله إلى المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من معزة لهجن الشحانية، ويضمرها الذهبي سالم بفران المري مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث نتابع التقدم والوصول من بوابة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من طراقة لهجن الشحانية أيضا بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. نتابع وناخذ المركز الخامس، وصول من مهابة هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية مع خامس الأسماء. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز، الحاضرة بتحدياتها في هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية ميدان التحدي في ختام أمسيات هذا السباق، سباقنا المحلي الثامن. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى الحاضرة والمنطلقة هنا في بداية هذا الشوط. لكن العودة مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط، القيادة والمركز الأول مع بنت الظبي. هناك من تقود الأسماء بتحدياتها المميزة والجميلة والرائعة بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بفران، من يقدم لنا بنت الظبي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما نتابع المركز الثاني، قدوم من معزة لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، من تنطلق مع ثاني التحديات. المركز الثالث قدوم ووصول من بوابة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من مهابة لهجن الشحانية مع أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. بينما أتابع التسلل من الجانب الآخر، تسلل الطراقة هناك من ميمنة الميدان، من تتقدم بهذا الانطلاق والمسار المميز لهجن الشحانية ويضمرها محمد بن خالد العطية. بينما أرى الوصول والتقدم مع المركز الخامس، تابع وشوف اللي وصلت في هذه اللحظات، تقدمت الذهبة لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء الأولى ونداء الثاني. مشاهدينا متابعين الكرام، عشاق الأصالة محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، نداؤنا الثاني للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع. لكن نعود مع تحدي البداية هناك مع صدارة هذا الشوط، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا المسار بنت الظبي، لا تزال على قائمة هذا الشوط هناك في أول المسار المميز والجميل. من تقدم
تقود هذه الأسماء، تقود هذه الشعارات الكبيرة المشاركة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. بنت الظبي مشاهدينا متابعين الكرام هناك مع البداية مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، من يتابع الشبل أيضا بنت الظبي في هذا الانطلاق المميز والجميل. بينما المركز الثاني ناخذ المركز الثاني، هنا وصول من معزة لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصول وتقدم من بوابة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا بوابة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من طراقة لهجن الشحانية أيضا مع المشاغب محمد بن خالد العطية، من يتابعها في عملية التضمير. بينما المركز الخامس وصول وتقدم هناك من قبل الذهيبة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. وصل الذهيبة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن هناك أسماء أيضا حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى. عطنا لقطة يا مخرجنا على الأسماء هناك وعمق الميدان والشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق والمسار المميز. أسماء كبيرة لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة مشاهدينا متابعينا الكرام، لكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول بنت الظبي لهجن الشحانية ويضمرها هنا الشبل جابر بن سالم بن فاران. تحضر بهذه الأمسية التراث الجميلة في أيضا ختام محلياتنا لهذا الموسم. الله، استعدادا أيضا للسباق السنوي الكبير، السباق المرتقب، المهرجان والكرنفال الكبير، مهرجان سمو الأمير يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه الذي يحتضنه ميدان التحدي، ميدان الشحانية من أكبر المهرجانات الخليجية مشاهدينا متابعينا الكرام. تحضر هذه الأصايل استعدادا هذا المهرجان السنوي الكبير المرتقب الذي ينتظره جميع المضمرين وجميع أيضا المالكين لهذه المؤسسات وهذه أيضا الأصايل التي تنطلق في هذا المسار المميز. نتابع بنت الظبي هناك مع البداية بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران، لا تزال هي القائدة لهذا المسار المميز والجميل والرائع. بينما المركز الثاني نتابع هنا بوابة لهجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصول وتقدم من خطيرة، أول نداء لخطيرة في مسار وتحديات هذا الشوط. تصل نحو المركز الثالث في هذا المسار بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع طراقة هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع أو المركز الخامس هنا الوصول والتقدم في هذه اللحظات من معزة لهجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل والرائع، ولكن البداية وصدارة هذا الشوط لا تزال مع بنت الظبي. بنت الظبي من تقود الأسماء هناك مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما نتابع المركز الثاني هنا تتقدم بوابة بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. والمركز الثالث نتابع الوصول والتقدم من قبل الواصلة خطيرة لهجن الشحانية ويضمرها شبل جابر بن سالم بن فاران، معززا تواجد بنت الظبي هناك مع المركز الأول يدفع بخطيرة مع المركز الثالث. هنا في هذه اللحظات نتابع المركز الرابع وصول من طراقة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. شوف اللي قادمة في هذا المسار، وصلت هجن الغرافة تقدم لنا أيضا انطلاقة هتان. تصل هتان في هذا المسار، هنا تحضر أيضا هتان أحد الأسماء الخطيرة المشاركة في هذا المسار المميز. يحضر المدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يتابع هتان في مسار وتحديات هذا الشوط. أسماء عملاقة تشارك في هذا المسار المميز والجميل. نتابع هناك ميمنة الميدان
اللي وصلت في هذه اللحظات وتقدمت معزة. هجر الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري من يدفع بمعزة في مسار وتحديات هذا الشوط. وتابع أيضا وصول من شعار هجر الشحانية مع المشاغب محمد بخالد العطية من يقدم لنا هذا الاسم اللي مغطي عليها هتان بهذا المسار. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، بنت الظبي بنت الظبي هناك مع البداية مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا بنت الظبي هنا مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بوابة الكيلومتر الأخير الكيلو خطير يا مضمرين يا متابعين يا عمالقة. هنا البداية بنت الظبي مع المركز الأول تدشن أجواء الكيلومتر الأخير بدون أوامر ولا شبه أوامر، تقود هذه الأسماء منذ بداية هذا المسار المميز والجميل بشعار هجن الشحانية ويضمرها أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران. بينما أتابع بوابة، تحركت بوابة لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما المركز الثالث أتابع الوصول، وصلت هنا هجن المرخية مع محيرقة تصل عوض بن سعيد بن هدوب الوهيبي يصل في هذا المسار المميز أول نداء لهذا الاسم. بينما أتابع الوصول هناك من الراسية، وصلت الراسية مرحبا بالراسية في هذا الانطلاق المميز لهجن الشحانية ويضمنها الذهبي سالم بن فاران المري. الله يا سلام، لكن بوابة بوابة مع البداية هجن الشحانية هجن الشحانية والمشاغب المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا بوابة مع المركز الأول. بنت الظبي تحاول مع الأمتار الأخيرة ولكن بوابة بوابة هجن الشحانية المشاغب المشاغب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا بوابة مع الأمتار المجنونة. ولكن المركز الثاني بنت الظبي وصلت الراسية وصلت الراسية مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة ولكن بوابة بوابة بوابة. سلام هجن الشحانية سلام سلام المشاغب سلام على هذا الأداء المميز والجميل. بينما المركز الثاني المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل كان الوصول هناك مع دخول جماعي ما بين الراسية وبنت الظبي أيضا بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران والذهبي سالم بن فاران. بينما المركز الرابع المركز الرابع وصلت ديها لهجن الشقب مع سالم بن جابر بن جبران. بينما المركز الخامس المركز الخامس وصلت مع المركز الخامس هتان لهجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن بوابة من خطفت ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية. 12 دقيقة 35 ثانية أربع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. بينما المركز الثانية المركز الثاني وصلت الراسية وتوقيتها الزمن 12 دقيقة 35 ثانية 28 جزء من الثانية. مفاجأتنا مع الأمتار الأخيرة واللحظات الأخيرة تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام والثالث وصلت هناك بنت الظبي توقيتها الزمن 12 دقيقة 35 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهاني للشبل جابر.